الاسبوع كيفه؟ وانا بدا قيس الشيء ديال بدات صوفه صوفه بدات بدات انا مش تاع ترس قطيش انا الاخر راه الفن خير منها عدا الفرانيت في الحوض شدني يعني خاصك تكوني مربي الزويتينات وكاع يكونوا بحال هكا كل شيء وانا كله هو راه حقيقة كل عام يولد هو راه الا لا ما مربيش اللي راه من الاول نتا سوا هذا الشيء راه دازت زين من التالي راه داك الشيء عجور عاش شبع تما وتربات راه شي مزيان وكل كل دروك هي ذاك راه كي والد عام الاول والثاني هاد العام ديما هو الا وراه ديما كتخلي واحد شويه هو ما ماشي كتولد كاع في الورق كله لا اي تخلي ديما كتخلي الخلفه على الخلفه دوك دارتها هاد العام ها هي دوك انت يولد دروك على حد شويه انت هاد شويه ما ولدتش فيه هاد شويه هاد العام الاخر تولد فيه هادشي هي قال لك الزيتون كيولد في الخلفه ديال العامين هادي دروك هي ما هادشي هو حدش ولد هاد الشوي اللي زايد هنا العام جيت ولد فيه ها هي دروك الزيتون ديما تبارك الله مثقله العام جيت ولد فيه ولكن ها انت راه جاي الولد من هنا وهي جاي من تم ولكن دائما هذا من عام الاول من هاد العام من عام الاول من عام الاول ولكن دروك ديما هاد شويه هاد شويه الزياده راه غادي يبقى زايد هذا هاد الخلفه ديما تزيد واحد شويه هاد كلهم داك شويه هذا هاد الزياده كلها العام جيت ولد فيه هنا فين تولد العام الجاي ماشي باش ما تغبش حنا كنقولوا الزيتون راه عامي ولد وعامي يغب لا داك الشيء التربيه هي اللي كتزيدو كي ما يترباش تبارك الله القهره هي اللي كتزيدو يغب هادي اللي ما عرفتش واش نسقيها بعد طيح كنخبط الاخبار ولا بدا في النظاره يا ما عرفتش هادشي واش يبغي الماء واعطي الماء واعطي الماء واعطي ها كرمي ما يشوف